ولسه بعض الأندية بتسعى إن هي تجلب صفقات جديدة تدعم بيها صفوفها علشان تطور من الحال ده. فتقدم النادي المصري بعرض لإدارة وادي دجلة لضم جناح الفريق محمد هلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد، وطالب المصري بضم لاعب وادي دجلة مقابل 7 مليون جنيه على سبيل البيع النهائي، ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال واللي بيعد من العناصر الأساسية للفريق، عنصر أساسي مبلغ كبير جدا كان معروض، ولكن رفضوا فريق أو نادي وادي دجلة علشان هو في حاجة إلى خدمات اللاعب. هنشوف ممكن النادي المصري يعمل إيه علشان يعوض هذا المكان أو يعوض هذا الرفض اللي تلقاه من فريق أو من نادي وادي دجلة.